حابين يبنوا ملعب، اتمنى يبنيوا ملعب ملاعب الراقي، يعني وملاعب. ملعب الراقي مازال انا ننتظروا ملعب فيه. برقي ننتظروا فيه، ملعب تيزي وزو ننتظروا فيه، ملعب الجهويه ننتظروا فيه، المفروض ملاعب كبرى في كل مدينه، ملعب كبير، وخلي المواطنين يساهموا في الملاعب هذه، حتى الدوله ما عندهاش اموال، القطاع الخاص يقدر يدخل يساهم في بناء، لانه راح يرجع عليه بالفائده. خلي افتح الباب نوعا ما للمواطنين، افتح الباب نوعا للتنافس في البناء وفي التنافس في، ما تبقاليش الدولة فقط تبني السكن، وما تبقاليش الدولة فقط تبني الملعب، اترك المواطنين يبنيوا ملاعب. يعني القطاع الخاص نعم صح. ملي نروحوا لفقرة زعما صح، تعرف فقرة زعما صح؟ انا نعرف هذا. اليوم يعني حنتكلموا على مشكل البطالة، هل ممكن الجزائر أن تقضي على البطالة نهائيا؟ نروح نشوفوا هذا التقرير اللي يتعدوا لمياء العالم. زعما صح. لم يعد هاجس البطالة يؤرق المتخرج الحديث من الجامعة بعد الخطوة الجبارة التي قامت بها كل من وزارتي التعليم العالي والشغل، حيث أصبح المتخرجون اليوم يملكون فرصة أكبر في التوظيف. الخطوة هذه تعتبر الأولى في الوطن العربي وإن لم نقل في العالم، حيث توجه الجامعة المتخرجة مباشرة إلى مؤسسة العمل عن طريق عقد ما قبل التشغيل مدته سنة، ويتم توظيفه بصفة نهائية بعد انتهاء هذا العقد إجبارياً. وبفضل هذا القرار لم يعد للمحسوبية مكان في المؤسسات الجزائرية والكل سواسية. زعما صح. وهو ما مكن المتخرجين من العمل في مجال اختصاصهم، كما سمح بظهور كوادر تعتمد عليها المؤسسات، وجاء قطاع الفلاحة كأول قطاع استقطابا لليد العاملة بنسبة 35%، أي ما يعادل 1,000,000 شاب فلاح، وهو ما جعل الجزائر أول بلد مصدر للقمح في العالم، ما جعل نسبة اعتماد الجزائر على قطاع المحروقات تتراجع إلى 7%. زعما صح. وبعد نجاح هذه الخطوة قررت بعض الدول الأجنبية انتهاج هذه الطريقة للقضاء على البطالة والنهوض بالاقتصاد، خصوصا بعد إثبات نجاعته لتخطي الأزمة الاقتصادية، في حين استاءت بعض البلدان من هذا القرار بعد أن كانت تعتمد في قطاعاتها على أدمغة الجزائريين المهاجرين. وبهذا كانت الجزائر ذكية في الاحتفاظ بكوادرها بعد أن كانت تستفيد منها دول أخرى. شفتوا الدنيا دوارة وزمان بوزلوف، كانوا يتكبروا علينا ويخرجونا قلبنا وما يمدوناش الفيزا، مي خلاص الحقرة غير يجيو يخدموا عدنا نديروا فيهم موش درسيتنا موسى في فرعون. زعما صح. وتعتزم الجزائر اليوم على خلق فضاءات أوسع للشغل من خلال استحداث اختصاصات جديدة تتماشى مع متطلبات المؤسسات الاقتصادية والخدماتية، كما تعتزم الجزائر على جلب يد عاملة أجنبية لسد الثغرات التي تعرفها القطاعات، وبالخصوص قطاع الأشغال العمومية والخدمات. زعما صح. أمالي مشكل البطالة في الجزائر ممكن يعني نوصله باش نقضوا نهائيا على مشكل البطالة؟ مشكل البطالة في الجزائر عنده ارتباط بكل المشاكل اللي تخبط فيها الجزائر. أولا البطالة أصبحت مشكل عالمي، ما فيش دولة في العالم ما هيش مهتمة أو من بين الاهتمامات الرئيسية عندها هو البطالة، يعني ومير التشغيل والبطالة. فالآن أصبحت الدول تقاس على حساب البطالة اللي عندها، شكون الدولة اللي عندها أقل نسبة بطالة، أقل نسبة بطالة مثل السويد ولا الدنمارك ولا، ودول أوروبية تجي من بعد. احنا يقولون عندنا 10% من الشعب بطال، يعني نسبة بطالة، وهذا خطأ. قول الحقيقة، قول الحقيقة للبحث على إيجاد حلول. احنا نوجد الآن يد العاملة، يعني أنا أكبر من 10%، يعني أكثر بكثير. أنا من عنديش جزم بالشيف، لكن أكثر بكثير. أنا نقول باللي أفتح الباب للمؤسسات الخاصة لمعرفة الحقائق، مثل ما فتحت الباب للإعلام لمعرفة، أفتح الباب لمكاتب دراسات لمعرفة كم عندنا من بطالين. البطالة أخطر حاجة للمجتمعات، اللي تنخر المجتمعات هي البطالة، لأن البطالين في وقت من الوقت يوصلوا
يصبحوا يكسروا مبنيتو نتا، يهدموا مبنيتو نتا، وهذا خطر، خطر على المجتمعات. فإذا البحث على التشغيل للشباب يتطلب سياسة حكيمة مرتبطة بين بعضها، من سياسة للاقتصاد للصناعة للتجارة للفلاحة، يعني سياسات فيما معناه مترابط، كل مترابط. النظام لازم يكون نظام منسجم، طبيعة النظام تكون منسجمة لإيجاد الحلول للبطالة. وإذا قدرنا نقضيو على البطالة من البطالة نقضيو على كثير من المشاكل. إن الشباب يصبح مهتم ببناء بيته، يصبح ببناء زوجته، ببناء يعني الشباب يهتم بنفسه. فإذا تركنا الشباب بدون شغل مشكل كبير. مشكل. عمي علي يعطيك الصحة اليوم اللي جيتنا. كلمة أخيرة عمي علي. أنا أشكرك على كل حال سي عثماني، أنت شاب من الشباب اللي نحترمهم ونقدرهم. نتمنى النجاح لهذه الحصة تاعك، ونتمنى النجاح للإعلام اللي راني عضو فيه، ونتمنى الحريات أكثر لشعبنا، الحريات أكثر لشبابنا، الحريات أكثر، لأن أنا من الناس المدافعين للحريات مهما كانت الحريات، كل الحريات نمنحها لشبابنا وشعبنا. شكرا جزيلا عمي علي. مشاهدينا الآن نروحوا الفقرة راهم يقولوا مجموعة من الأخبار اللي يرصدها عبد الرحاب. صباح الخير عمي قدور، وش راهم يقولوا اليوم؟ إيه لو تعرف شو يقول اليوم غير تموت بالذاك. شاشة تلفزيون قرعج شوية. احنا خطينا هم راهم يقولوا، رغم يقولوا 124 مير متمرد في الجزائر لا يقومون بخدمة المواطن، وهذا بعد إحصاء وزارة الداخلية لوجود 124 بلدية تعاني من وضعية انسداد تامة تسببت فيها خلافات المنتخبين ورفض الغالبية منهم لمواصلة نشاطهم مع رؤساء هذه المجالس المنتخبة، مع وجود صراعات داخلية أثرت كثيرا على مصالح المواطن. ورغم يقولوا ثاني باللي بالعيز حلف غير يجهر سيف الحجاج للقضاء على هذا المشكل. احنا خطينا هم رغم يقولوا، رغم يقولوا جمال عبد السلام رئيس جبهة الجزائر راهو طايح على الغاشي ويكشف فيهم، وهذا بعدما قال عن عبد الفتاح زراوي حمداش بأنه كان يرقص في رياض الفتح على وقع الجاز وسلو، كما طال رده القيادي في جبهة العدالة والتنمية الأخضر بن خلف. ورغم يقولوا ثاني بأنه وصف صحفي الجزيرة الإخبارية فيصل القاسم بالحركي. احنا خطينا هم رغم يقولوا،